حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من أشير عليه، حلقة من حلقات أشير عليه، هذه السلسلة التي أفردناها لتربية الأبناء، ونحن نتحدث في سلسلة من سلاسل في بيتنا مراحل، هذه الحلقة 13، نتحدث فيها إن شاء الله عن جملة من المواضيع. لا شك أن للمراهق بيئة محيطة به، سواء كان هذه الأسرة أو الأصدقاء أو الجيران أو غيرهم. هناك عوامل كذلك تؤثر على هذا المراهق، عندنا إعلام الآن، عندنا أجهزة محمولة على اليد الإلكترون، عندنا زمان بنقول العالم أصبح قرية، والآن العالم أصبح داخل غرفة في جهاز لوحي يحمل هذا المراهق. كثير من العوامل التي تؤثر على حياة المراهق بصورة عامة إن شاء الله سنتحدث عنها في هذه الحلقة. أحبة المشاهدين والمستمعين، بإمكانكم المشاركة في هذه الحلقة من خلال جسور التواصل المختلفة عبر الواتس، وكذلك عبر الفيسبوك صفحة برنامج أشير عليه، وكذلك عبر أرقام التواصل لنتلقى استشاراتكم من خلال برنامج أشير عليه. بسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقات الدكتور أمير مرغني، استشاري علم النفس الاجتماعي والأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية. مرحبا بك دكتور أمير مرغني والأستاذ الجامعي كذلك حبابك عشرة. عليكم السلام أخي يوسف، جزاك الله خير، وعليك وعلى كل مشاهدي ومستمعي هذه القناة الطيبة، قناة الطيبة داخل وخارج السودان. ومنذ يومين أصبحت المجلس الأعلى للاستراتيجية أصبح وزارة الشؤون الاستراتيجية والمعلومات، وبالتالي ليس الأمين العام للمجلس وإنما مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية. حنقول مبارك الله والمعلومات. هذه مسؤولية كبيرة جدا، نسأل الله أنه يعني يقدرنا ويعيننا، الله يوفقكم، والبلد بتنتظركم إن شاء الله، إن شاء الله لكي تقدموا المزيد، وعانكم الله على هذا التكليف، ونسأل الله يوفقك أنت وإخوتك. دكتور مرحبا بك في أشير عليه، في العمل الاجتماعي، وأنت هناك كذلك تقوم بعمل رسمي. نعم. 13 حلقة من حلقات في بيتنا مراهق من ضمن سلسلة صناعة الأبناء. نحمد الله ونشكره على هذا التوفيق الكبير الذي قد وصلنا إليه. لا شك أن هناك تأثير كبير يحصل لهذا المراهق من عدة يعني مؤثرات. نعم. تذكر منها إن شاء الله ونعمل مدخل بالحلقة الفائتة. طيب نحن حقيقة تكلمنا في الحلقة السابقة عن كثير جدا من الإحصائيات، ونقول يعني برضو بعد الحمد لله والصلاة والسلام على المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، إن هنالك 5 مصادر رئيسية تؤثر تأثير مباشر لا شك في ذلك على المراهقين. نعم. بنات وأولاد، وأكبر مؤثر في المؤثرات الخمسة هي بنية الأسرة، ونحن أشرنا لها من هنا وهناك خلال الطلسات الحلقة، لكن الآن قاعدين نخط المسائل في قوالبها العلمية والصحيحة، لأنه بعد طوالي حندخل في شنو، في نصائح للأم والأبو لابد أن يدركوا أن المراهق ده 1 2 3 4 5. نعم. لكن لابد أن نذكر الآن، نلخص كل 13 حلقة في هذا الشكل اللي أنا رسمته حقيقة. نعم. وأنه أكبر 5 مصادر تؤثر عليها على المراهق، الخمسة أكبرها هي البنية بتاعت الأسرة. ولما نقول بنية الأسرة نتحدث في البداية عن تعليم الوالدين ومدى وعيهم ومدى فهمهم، والمسألة دي طبعا فيها مجابدات كثيرة زي ما بيقولوا بالسودان، أي فيها أخذ وعطاء. نعم. لأنه كثير جدا من الآباء رغم تعلمهم ورغم أنهم ناس عندهم شهادات وكذا شهادات، ولكن بتلقى أنه ايضا مساله المراهقين تمر عليهم مرور شنو؟ الكرام، مرور الكرام. نعم. لذلك نحن بنقول والله واحده من المصادر المؤثره جدا على المراهق هي نمره 1 في بنيه الاسره عموما، حنتكلم عنها بالتفصيل، هي مستوى وعي وادراك الوالدين. وهنا نحن بنقول والله يا اخي كل ما كانوا الوالدين متعلمين ومدركين للمراحل اللي بيمر عليها ابنائهم منذ الولاده، منذ قبل الولاده، منذ أن ينمو ويخططوا بفضل. نعم. الله سبحانه وتعالى وبعون الله تعالى على أنه ينجبوا شنو أطفاله. هذه سنة شنو الحياة، سنة الحياة، لابد أن يكونوا مدركين تماما أن هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأبناء الذين يحبوا
ويتمنوا انه يعني يرزقوا بهم يرزقوا ويحملوا اسمائهم، لابد انه يمروا بمراحل محدده. ها كل مرحله عندها شنو؟ عندها شكل معين واستعداداتها المحدده من قبل الوالد. هذا ليس نعم. واجب فقط، هذا الشيء يسال الام يعني والاب تسال منهم امام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ناس كثيرين جدا تلقاهم نايم ينتبهوا بعد شنو؟ بعد ما الفاس تقع شنو؟ في الراس. يقول لك وانت كنت وين؟ كنت باحث وكنت استاذ وكنت مدير وكنت مهندس وكنت جاري. وبكل بساطه كثير جدا يقول لك يا اخي انا ما كنت جاري بوفر لهم، ما مقدرين حتى انهم انا تعبان بساهر الليل. لا 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 لا، لابد ان تدرك زي ما انت بتكون مخلص في شغلك ومخلص في اداء وظيفتك، مخلص في تكوين وتطوير ذاتك بانك انت عملت ماجستير ودكتوراه وبقيت زول، لابد ان تدرك انه هنالك اشياء مهمه جدا جدا هي انه انا وعيي يس نعم. اذا تعليم الوالدين درجه وعيهم هذه من المؤثرات الكبيره جدا في العامل الاول بتاع بنيه شنو؟ بنيه الاسره. ثم هنالك شيء انا استحي ان اتحدث عنه، ولكن علميا حنقول ما يعني علميا خلينا نتحدث انه واحده من المصادر الكبيره اللي بتاثر على المراهق سلبا وشنو؟ ايجابا. ايجابا اللي هي مساله الدخل بتاع الاسره نفسه. يعني اذا كان الاب حريص جدا على انه يوفر وهميم يوفر على اسرته، حقيقه المساله دي بتاثر لنا تاثير كبير جدا. كل ما كان الاب مسؤول من اسرته، كل ما كان الاب قايم بواجباته الماليه وصرفه على ابنائه على الوجه الصحيح، المراهقين في المرحله دي احنا قبيل قلنا في الحلقه الثالثه تتذكر ولا الرابعه؟ الرابعه تحديدا قلنا لابد من تقدير احتياجات شنو؟ المراهق. المراهق كويس؟ والمراهق متطلع. تتذكر تكلم عن عن التغيرات الانفعاليه والتغيرات وحاجته. يا اخي قلنا الطعام ده حاجته للطعام ده بقت اكثر من شنو؟ أكبر. من الاول. نعم. باحتبار اكتمال العظام واكتمال بنيته وكده. الجسم بيحتاج لذلك خلينا نسقط المساله دي بشكل منطقي وعقلاني، انه دخل الاسره حرص الوالد يا يوسف على توفير اللقمه الحلال الشريفه بشكل ما فيه كيتنج ما فيه اي لف ودوران. نعم. ينعكس مهاره مباشره لشنو اسمها اللي احنا تكلمنا عنها في التربيه سميناها السكيلز شنو؟ ترانسفير. ينعكس مهاره مباشره ترسخ تماما في العقل اللاواعي بتاع منه بتاع المراهق انه ابوي ده ما شاء الله يعني يكسب كسب حلال وربانا بالحلال. اما ان كان الوالد حتى مهنته ذاتها لو كانت فيها، وفي كثير جدا يا اخوانا ما تزعلوا مني ولا تزعلوا من يوسف ده ولا تزعلوا من قناه طيبه دي، في مهن كثيره جدا الان موجوده في السوق هي فيها كلام كثير جدا يعني حتى الشرعيه فيها مشاكل كثير جدا وتلقاه جنى منها ثروات شنو؟ طائله المكيفات. فصح ولا ما صح؟ كثير جدا من الاشياء يعني انا ما عايز اذكرها يعني عشان ما يتم مهاجمتنا يعني. نعم. لكن لابد ان تنظر في من اين اتيت بهذا المال، وليس عشانك انت، دي حاجه بينك وبين ربنا تقابل ربنا براك كل شاتا معلقه من شنو؟ من عصبتها، لكن من اجل ان تنقل هذه القيمه لمنو؟ لابنائك. ابنائك وبيدركوها هم في فتره المراهقه نفسهم. يبقى دخل الاسره لابد عنده تاثير مباشر على تعلم شنو؟ المراهق. ثم من ناحيه اخرى يا يوسف، دخل الاسره نفسه اذا كان الاب قايم بواجباته، وكثير جدا من النساء اللي بيجونوا في الاستشارات الاباء مقصرين في هذا الجانب. نعم. تلقاه عنده دخل وعنده قروش لكن مهتم بجوانب شنو؟ اخرى. وتلقاه بالمناسبه في نوع ثاني بل هم اضله دي اللي انا مسميهم، تلقاه دخله كويس جدا في البيت ده قصه ما يطلع ولا قرش، ما قصه ما يصرف لكن برا يصرف، برا يصرف شديد جدا جدا. كان جاك في عرسك يا يوسف ويديك 1000 جنيه فاهمني؟ نعم. وتلقاه هو ذاته في لبسه شنو؟ وفي حاجاته دي مساله طبعا خطيره جدا جدا. او في نوع ثاني من نفس الفئه بتاعت هم اضل سميتهم هم اضل ديل، الاب تلقاه عنده دخل وموفر اللقمه دي تمام، الاكل والشراب ده ما فيه اي كلام، لكن في الحاجات البرايفسي الحاجات اللي فيها خصوصيه للمراهقين ما في. كان جاته بنته ساي قالت لي يا بابا داري 50 جنيه وامبارح مديناك 20، انتوا قاعد تودوا القروش دي وين؟ هو عنده. كان ممكن الاجابه تكون بطريقه غير كده. يجوا ولده يا ابوي انت كل يوم داير تصور شيتات، نحن الجامعه دي ما خلاص فاهمني؟ انت عندك اشارات سلبية. طالما عندك المقدرة لابد ان توفر كل ما هو
معقول نعم ومنطقي ما يتجاوز الحد. ايوه لا لابد ان اوفر احتياجات الجامعه لابد. يعني بنتك انا بقول يعني البنت المراهقه خلينا نرسل اشارات تمام كده. بنتك المراهقه افضل ليها انك تتعب وتدعك نفسك في الشارع ده ركزوا معاي شديد في الكلام ده وتجيب دخل زياده عشان توفر لها عربيه توديها وتجيبها. ما عربيه انا بقصد تملكها انت نعم. ممكن تكون في شكل ترحيل صح ولا ما صح؟ صحيح افضل مليون مره في الشلحة في المواصلات. نعم شكرا يا يوسف نعم انا داير ارسل رساله اشاره دي افضل. انا بتكلم على البنت المراهقه نعم افضل مليون مره انه طالعه من موقف ونازله من موقف وجايه داخل البيت بعد المغرب وجايه داخل البيت ومواصلات غير كده. خلينا من التفاصيل الثانيه ديل بيفهموا الناس اللي بيسمعونا ديل اذكياء جدا جدا الامهات والاباء ومروا كلهم بشنا يوسف بهذه المرحله اذا من الذكاء الاجتماعي انا دائما بنادي به وبتكلم به والنابع من القلب جدا واللي هو بيحقق 80% من خططنا ومن حاجاتنا لابد ان نفكر صح. ما تقعد انت وام طيب الترحيل ده بكم؟ الترحيل ده ب 600 طيب انت شغاله وانا شغال تعالى او نحن نقصر حاجات فاهمني؟ البدي نكون حريصين طوال فتره الجامعه بتاعتها تكون في يعني البيئه اللي هي بتتوصل بها دي بيئه شنو؟ سليمه بيئه سليمه اذا الدخل المادي يؤثر تأثير مباشر جدا في لذلك نحن بنلقى كثير جدا من الظواهر اللي بتجينا بالذات في الاستشارات يا يوسف واحدة من المشاكل بتاعة الظواهر السالبة الظروف الاقتصادية خلينا نتكلم بشكل واضح جدا وكثير من المراهقين أقبل من الكلام ده يا يوسف اللي هم جنحوا بسبب شنو؟ الضايق الاقتصادي إذا كل ما كنت أب ومسؤول من الأسرة وسعت من شنو يا اخوانا؟ وسعت من مصادر شنو؟ دخلك. هسه انتوا قايلين يعني انا مثلا اضرب لك مثل بنفسي، يعني عندنا دخل واحد لو اعتمدنا على دخل الخدمه المدنيه الشهر اللي بيجي ده الخدمه المدنيه مرتب الخدمه المدنيه غد ما يقري محمد فاهمني؟ لكن هنالك محاضرات وهنالك ورش وهنالك تدريس في اكثر من جامعه فاهمني؟ لا بنفس القدر ده انه يوسف لابد ان تنوع، اول ما تعرف انه اولادك خلاص وصلوا المرحله المابي المفترض البيئه الاقتصاديه في البيت تكون بيئه معقوله والرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى لابد ان تكون ذكي جدا، اذا كنت الفتره اللي فاتت دي هم اطفال انت شغال شغل واحد وما الان فكر في انك تعمل مصادر شنو؟ دخل حتى لو عملت دوامين، ما كل الدنيا دي شغاله دوامين، ما نحن السودانيين ديل بنشتغل برا في الخليج ده ثلاثه دوامات بس توزن يا دكتور عشان ما يعني نخل القاعده اللي بنيناها في الاول ايوه انه المكوس الخارج البيت لا 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 دي مساله دي مساله مختلفه نعم. دي مساله مختلفه يعني هسه نحن ما مشغولين جدا انت ما مشغول جدا مشغول. يعني الخميس والجمعه دي والسبت ده مخصص لمنه؟ للاولاد للاولاد بشكل ما ولا في مجامله يعني حتى لو انت ماشي اي حاجه ممكن تكونوا معاك في العربيه ذاتهم لذلك انا بقول شنو انا قصدت يا يوسف اوصل قيمه العمل وقيمه الانتاج وقيمه تنويع شنو نعم. الدخل انا بتكلم دي للاسر اللي بتعاني ومعلق الشماعه بتحتاج لافكار وتحتاج نعم. لجهود اذا ده طيب دكتور طيب. المساله دي حساسه شويه عشان أيوه. ما نخلط الاوراق نعم الناس بتتكلم عن الفقر انه الدخل محدود ممكن ياثر على تربيه الاولاد نعم نحن مجتمعنا السوداني فيه نسبه كبيره جدا نسبه فقيره لكن مع هذا كله يا دكتور هناك اسر تظل محافظه وتخرج اجيال بسم الله الرحمن الرحيم الناس عشان ما تخلط بس ايوه نعم. لكن نحن خلينا نقول انا ما عشان كده بدت لك بانه نعم. دخل الاسره ودخل الاب الحلال مهما نعم. كان ان شاء الله 50 جنيه حاجه بسيطه ايوه ان شاء الله 100 جنيه في اليوم هو يؤثر تاثير مباشر على شنو؟ على المراهق على المراهق جميل ولكن خليني انا مصر على النقطه دي انه لابد ان مجرد ما اولادك حسيت بهم دخلوا في الفئه العمريه بتاعه 11 سنه لحد 17 المراهقه الاولى و17 ل 22 من المراهقه الثانيه لابد ان تنوع من مصادر شنو؟ الدخل مصادر دخلك بحيث انك تعمل فكره زي الفكره اللي اديتك لادي احتياطات نعم لا تعمل فكره زي اديتك لادي اللي هي بتاعت انه والله بنتك دي افضل لها مليون مره انها مراهقه انها شنو يكون عندها وسيله وهكذا ثم من بنية الأسرة حاجة مهمة جدا جدا اللي هي التمسك بالتقاليد كثير جدا جدا نحن ناس مسلمين وناس ما شاء الله يعني أكثر شعب سوداني يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم والسودانيين بينزلوا في جدة أول شيء يمشوا المدينة بعد ذاك بيجوا والله هذا يعني نحن أكثر شعبي ما شاء الله نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه ميزة يا معروف هو اكثر شعب عفوا متدين ولكن خلينا نقول في بعض المسائل التربويه مايلين لقصه التقاليد كثير اكثر من انها تبع حديث النبي نعم. صلى الله عليه وسلم ومرات فهمنا في مساله التقليد اعمى لدرجه انه حتى بننسى اننا نحن مسلمين
بالذات في التقاليد اللي عندها علاقة بالمناسبات، بالأعراس، حاجات بالختان الاجتماعية. الفرعوني، قادر تفهمني؟ نعم اللي هو يؤثر تأثير مباشر على المراهقة، صحيح ويؤثر تأثير مباشر على، نتكلم عن البنات جميل يعني. إذا تمسكنا بمسألة التقاليد والعادات الضارة الموجودة في مجتمعنا على حساب المراهق. هذه من بنية الأسرة، تلقى الأسرة يعني متمسكة تقول لك لا لا لا، نحن ده تقليد عندنا، دي عادات العريس الحق لازم شنو؟ يعمل كذا وكذا. كويس أي لذلك تؤثر تأثير مباشر في كل بنية، شنو؟ بنية الأسرة تؤثر تأثير مباشر في شنو؟ نحن ضربنا. تكمل المراهق. ثم جميل. مسألة في بنية الأسرة، مسألة الحوار بين الوالدين أنفسهم فيما يخص شنو؟ شؤون منه، تربية الأبناء وهذا المراهق. شؤون المراهق. نعم. يعني أنا أسي بسأل الجماعة اللي قاعدين بيشوفونا ديل وبيسمعونا، كم مرة عملنا اجتماع عشان نناقش البيت، عشان نناقش نحن دارين نعمل شنو للبيت ولا الولد المراهق في يعني البيت؟ اجتماع كده نقعد وبرقة اجتماع وقلم. زي قعدتك دي. اجتماع ده طيب أنا سحبت، عشان أنا الناس ما آسف، يقوموا. يعني أنا بتكلم كم مرة جلسنا جلسة بتاع اتناقشنا في الشاي، حكاية نحاول بتكلم عن الحوار بين الوالدين. آه. يا أخي الكريم، الحوار بين الوالدين أصبح من الأشياء التي تكاد تكون، طبعا ما شاء الله في اسر ما شاء الله راقي جدا. الان انا بعد هذه نعمل 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 تبشير للحلقات الجايه، نعم ان شاء الله. بعد مساله اسم شنو المراهقين وتربيه الابناء وصناعه الابناء، نحن حنخش في حاجه مهمه جدا انا ان شاء الله. اكملت فيها الدراسه الان، نعم. وحتشتغل معي باذن الله ان شاء تعالى الله واحده زميلتنا دكتوره انشراح، انا بحياها من هنا من جامعه الجزيره، وهي متخصصه اخصائيه نفسيه، حنشتغل حاجه حنلف بها السودان ده اسمها الطلاق العاطفي، وعندنا له 10 مؤشرات. نعم يعني حنجي في وقت الشيء. ايوه جميل. لذلك اللي هو واحده من مشاكلها يا يوسف الحوار بين الوالدين، عدم الحوار بين الوالدين يؤثر تاثير مباشر في شنو؟ في تربيه هؤلاء المراهقين. نعم. وسلوكهم. نعم نعم دي ما دار لها اثنين ثلاثه، دي من بنيه الاسره. طيب في واحده من بنيه الاسره ايضا بتاثر في المراهق اثر كبير جدا، وعندنا لها مؤشرات، هي هجره الاباء. من اكثر المشاكل اللي بتحصل في البيت في هذه الفئه العمريه، الاباء مالون مسافرين مهاجرين، ويتركوا المساله للام، والام ما شاء الله بتقوم، في امهات ما شاء الله بتقوم بدور الام والابو، وهنا بتدخل المؤثرات الثانيه، الخالي يربي والجدي يربي والحبوبه تربي والشارع يربي والاصحاب اصدقاء يربوا، والاب وين؟ بلا بيلقط في شنو؟ في الرزق. في الرزق. جميل. طبعا هذه من الاشياء، طبعا ايضا واحده من الاشياء اللي اثبتتها برضه الدراسه، فقدان احد شنو؟ الوالدين. الوالدين، لما دائما المراهق يفقد والده في مرحله المراهقه تؤثر تاثير مباشر شنو؟ فيه وهو. ثم هنالك مساله خطيره جدا، مساله الطلاق، دي حنجيها. ايوه نعم. فالدكتور امير نواصل ان شاء الله وكذلك مع المشاهدين الكرام مره اخرى، مرحبا بكم في اشيروا علي والمستمعين الكرام كذلك. تواصل هذه الحلقه والحديث في الحلقه 13 اهم المؤثرات، وهي خمسه ذكرناها الان، ونشوف كذلك نصائح من خلال هذه الحلقه. نستقبل المكالمات ان شاء الله بعد قليل، ووصلتنا الرسائل هنا من خلال رقم الواتس ويعرض الان على الشاشه. دكتور هناك بعض الأسئلة إن شاء الله، ونخش نشوف أثر الطلاق على بنية المراهق وتربيته. هذه استشارة تقول: السلام عليكم، أنا عندي مشكلة في الدراسة، ما بقدر أركز في الدراسة ولما أحفظ بنسى. وشكرا، حتكلمنا عنها في الحلقة الفائتة، لكن لا بأس بحاجة على عجالة إن شاء الله. طيب هو نحن قلنا ده اسمه المدمر الثلاثي، صح ولا ما صح؟ اللي هو التشتت وعدم التركيز والسرحان، علاجه سريع، ودي مسألة شائعة جدا جدا، لكن واحدة من أسباب الرئيسية هي الخلافات الأسرية. واحدة من الأسباب الرئيسية والعملية مسألة التايم مانجمنت، عدم إدارة الوقت. يعني هذا إذا كان في المرحلة بتاعت الأساس أو مرحلة الثانوي، ديفنتلي هي سبب الرئيسي إنه أبوه وأمه أو القائمين على الأمر ما قاعدين معاه وما قاعدين يرتبوا له شنو؟ حاجاته. ثم فيها مليون طريقه للعلاج، الطريقه اللي بتقرا بها انت ذاتك، طريقه جلستك، طريقه ترتيبك لغرفتك، طريقه ترتيبك لجدولك وزمنك، بتقرا شنو اول ما بتقرا. ثم هنالك مساله مهمه جدا، الطريقه اللي بتذاكر بها انت نفسك، انت بتذاكر بها طريقه، وتكلمنا قبل كده عن الزول البصري والسمعي والحسي، صح ولا ما صح؟ نعم. انك انت في ناس بيذاكروا كيف؟ نعم. بالرسومات والذي ده ممكن. نعم. تكلمنا عنها. اذا مساله اللي بيشتكي منها هذا لابد انه نستمع له، ولابد انه نعرف المساله الاساسيه ونديه علاج. ان شاء الله الان يركز معنا ويتواصل ان شاء الله معنا في الحلقه القادمه. مرحبا، السلام عليكم. سليم. يا استاذ يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارفع صوتك يا استاذ. مرغني يا
اسمع صوتك شوي. سليم علي سليم معاك من شرق اسطنبول. حبابك يا سليم، تفضل بالسؤال. نسأل الله رب العالمين تعالى يجعل هذا في ميزان حسناتكم. وياك اللهم امين. اللهم امين. السؤال كنظام سؤال وشكوى بيتضمن الاثنين معا يعني. طيب. يعني انا ما اعرف ليه يعني معلش يعني انا اول حاجه بقدم الاعتذار، ما اعرف ليه دائما ادم السوداني بمجرد ما يتزوج بحواء يكون شويه كده من الاول بيكونوا كويسين ولا بتاع، بمجرد ما ينجبوا خلاص بتقوم حواء السودانيه تحمل ادم وتضعه في الرف ويقول شغل بالاولاد وهنا بتاعه وما في الحته دي. يعني انا داير الدكتور بس يوجه لنا كده شويه نصايح لاخواتنا وللزوجات هنا بتاع في الحته دي، والله يجزيك خير الجزاء. وعارف الحته دي شنو دائما. طيب يا ادم معاك دكتور واضح. طيب من الرف يا استاذ، ليش من الرف؟ يعني طيب جميل. اهتمام الزوجة وضحت بأولاد أكثر من ال... جميل. حسب الرسول السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا حسب، والله يديك العافية. تفضل. الله يعافيك. فقدنا حسب الرسول، إن شاء الله وتتواصل هذه المكالمات بالنسبة للمشاهدين والمستمعين. حبابكم عشرة ونشوف لو في متصل آخر. طيب مرحبا بكم عبر جسور التواصل التي تظهر أسفل الشاشة للمشاركة بالاستشارة في هذه الحلقة. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. الله يحييك يا أم أحمد، تفضلي. الله يخليك. والله بس أنا دايرة أرغم دكتور أمير. طيب الإخوة في الكنترول يديك إن شاء الله. تنبيه لكل المشاهدين، اللي عايز يخش علينا ياخذ الرقم قبل ما يخش علينا في الاستوديو عشان ندي فرصة للناس آخرين. مرحبا، السلام عليكم. مرحب بالكاتبة لينا. حنان عمر مرحب بك، تفضلي بالسؤال. مرحب يا حنان. يبدو انه حنان مساء معنا. تحيه لحنان وتحيه لكل الاحباب المشاهدين والمستمعين. والله انا بحقيقه كلامكم يعني مفيد شديد. تفضل بالسؤال يا حنان. سؤالي بيتعلق في الطفل لما يكون يعني بين امه وابوه وما تكون شغالين بيهم فوق الدراسه. هل الخلافات البينات في الاثنين هل هي بتاثر عليه ولا هو اساسا ما داري يقرا؟ ودي تتحل كيف يعني؟ اساسا لو ما داري يقرا يحلوها كيف يعني؟ شكرا جزيلا. شكرا يا حنان، يديك العافية. احنا اختنا حنان عمر وتحية لكل المشاهدين. طيب شكرا لهم اجمعين. علو سؤال سليم واضح انه مجرد ما انتهى الفترة الأولى بتاعت الزواج هناك بعض النساء، لا نقول كل، يكون في إهمال. في شريحة طبعا من النساء، أنا دي مسميها في الدراسات الاجتماعية اللي عملتها مسميها اللاءات الزوجية. ما عملت 20 لا للزوج يبتعد منها تماما، و19 لا لشنو؟ للمرأة. للمرأة اذا اتبعتها وابتعدت منها تكون ملكة متوجة في بيتها. مو بس في حلقة ان شاء الله. ايوه حلقات. أيوة. واللاء الثالثة مباشرة لا تهملي زوجك على حساب شنو؟ الاولاد. الاولاد. وطبعا دي واحدة من الاشياء اللي قبل تكلمنا عنها في بنية الاسرة. التقاليد وشنو؟ والعادات. لانها مسألة متوارثة، هي اصلا ورثتها من امها وحبوبتها. مجرد ما عملت لها ثلاثة اربع اولاد الراجل ده بقى شنو؟ كنبه. محصور في انه يعملوا له شايه واكله وقداه. لا، الراجل بطبعه يحب انه، شوف الكلام ده كلام علمي. نعم. يحب انه يكون هو محور الاهتمام الأول. طالما انه الاول، طالما انه داخل شنو؟ داخل البيت. داخل البيت. في جماعة بيقول لك الصور دينك هذيك. الرجل هذه طبيعة البشر يعني. أنا بتكلم عن الشخصية ذاتها. طبيعة البشر إنه يكون هو الرجل يكون هو محور الاهتمام. هسه أنا يوسف بصراحة كده يعني مهما كنت أنت، مهما كنت زول متفتح مفتخ الذهن، لو على غفلة كده قلت لك يا سلام عليك يا يوسف أنت رجل خلوق، المسألة دي بتلقى عندك شنو؟ حتى في الدين وفي علم النفس تلقى عندك استحسان. لذلك طبيعة البشر إنه الرجل يحب إنه يكون هو محور الاهتمام الأول. اوكي، مجرد ما المراه تعمل لها ولدين ثلاثه ويبقى محور الاهتمام الاخير بتحصل الحاجه اللي قالها اخونا ده. وبالمناسبه انت قلت شريحه، خلينا انا اقول لك الكلام ده، شريحه كبيره جدا من المجتمع، من النساء اللائي يضعن اهتمام باولاد اكبر من شنو؟ من زوجهم، رغم انه مساله الوزن بسيطه وسهله جدا. يعني الطاقة الكبيرة اللي انت مفرغاها في الشفة عدل، لو انت بس وزعتيها توزيع سليم اوكي، بتلقي نفسك اديتي الراجل والاولاد اهتمام شنو؟ متوازن جدا جدا. جميل. وبعدين المسألة دي اهتمام المرأة بـ 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 بالاولاد بيخليها تهمل حتى نفسها مش زوجها. صح. تلقى لبيسه عامل كيف، وزي ما قلت لك من ابشع المناظر
الممكن يعني الرجل يعني يجي داخل البيت يلقى المرأة راقدة ومثلا تعبانة أو شكلها ما مرتب أو شعرها ما مرتب أو هي قاعدة بترضع في الشفة ونامت أخذتها نومة وما أعرفش الحاجة دي لأنه هي من الصباح شنو شغالة بتغسل وبتكنس وبتطبخ وانتظرت الأولاد لما يجوا من المدرسة وغيرت لهم وكلتهم عملت شنو بالتالي اهتمت طاقتها كلها فرغتها في شنو في الأبناء في الأبناء وما قدرت تهتم بشنو بنفسها أول لأنه اهتمام واحدة من الاهتمامات الرئيسية بتاعت الراجل إنك تهتم بشنو بنفسه وللراجل ده لما يجي داخل البيت كان بالليل كان بالنهار يلقاك في هيئة شنو حسنة جدا جدا ثم المرحلة الثانية نتكلم عنها الأخ اللي هي شنو مرحلة الاهتمام بالراجل نفسه يا اخي انا والله ما قدرت اعمل لك البتاع ده الشفع معذبني ما الشفع اولادك ديل ما انا اولادك ديل مخليني صح والله انا ما قادر دي كلها الفاظ وكلمات شنو اذا الحل في الموضوع ده الوزن انك انت عارفه ساعاتك وبالمناسبه كثير جدا برضو من النساء كويس كثير دي ما تزعجكم كثير جدا من النساء بياخذوا اوقات كثيره جدا في حاجات ما ضروريه اصلا عشان كده انا نصايحي مع كل الاخوات والبنات والزميلات والطالبات انه اي زول في ظهرك ده يا يوسف ما له لازمه مشيله صح ما في نحن لما نجي نتحدث عن الستريس في علم النفس ستريس يعني شنو الضغط شنو شديد. الضغط النفسي الشديد اول حاجه بتظهر لنا الريليشنز اللي هي شنو العلاقات يعني المره تلقاها في بيتها عندها علاقات مع الجيران وماشيه الناس هنا والواجب الفلان والبطبه وده يؤثر تاثير شنو والحته اللي ممكن تمشي تعزي وتجي فيها بعد 5 دقائق تقعد فيها شنو ديالة كاملة عشان تجي تعمل الملاحياته الكل بصل ده وما قادر شنو فاهمني طبعا المسألة دي حملة شرسة للعائلة دي مسألة شنو المسألة بتحتاج لوزنة وزنة مهمة جدا وزنة تقعد بالورقة والقلم حتى لو ما بالورقة والقلم عارفة انه والله راجل ده بيجي الساعة كم مفترض تهتم به اهتمام كبير جدا زي ما تهتم بأولادها وبالمناسبة واحدة من اهتمامك بزوجك اهتمامك برضه بشنو؟ باولادك يعني الزوج ذاته يجي داخل يلقى اولاده شنو؟ تدخل كبير جدا دي بنيه الاسره وكدا. ايوه نظيفين وظريفين يعني ما مثلا نخرين فاهمين الحياه دي مساله مهمه جدا نعم جميل طيب نحن بالمقابل يا دكتور اللي بيجي من الشغل وشايل الموبايل لحد ما الساعه 12 تجي واللي هو ما شغال بالمرأة اصلا بقول له انت اخبارك كيف ولا رساله من الصباح صحتك كيف هو طبعا التقصير كبير يعني جدا عشان برضه لكن خلينا نقول واحده من الاسباب اللي بتنفر من البيت برضه الاسباب دي لكن طبعا نحن لما نتحدث عن تقصير الرجل هو التقصير الاكبر براسه دخل قلبنا الميزان ممكن اقلب لك هسه الميزان نعم التاثير الاكبر يعني الرجل تقصيره هو بينعكس بيخلي المراه هي ممكن انها تصل المرحله دي يعني انت ما شريك هي الشراكه دي كيف والزواج ده ما شراكه زي ما عندك واجبات مقدسه جدا جدا عندي واجبات انت ذاتك تقعد معاه وتتحاور معاه وتنظم معاه وتخش المطبخ معاه وترتب معاه الشفع محورنا بتاع لانه يكون في حوار في البيت وكده. نعم اللي هو المحور بتاع بنيه الاسره اصلا ما في حوار بين البيت والمحور اللي قلته لك انت نعم. انت شكلك دار تعمل مفاجاه للناس نعم. محور الطلاق العاطفي فاهمني نعم. ناس قاعدين تحت البيت لكن وما منفصلين يعني لكن لا في حوار طلاق بنقول انه في طلاق حقيقي لا لكن لا. هو الان كلام علمي جدا نعم. جايكم حنجيهم ان شاء الله أيوة. أيوة. إن شاء الله. ايوه يعني الناس عايشين تحت سقف واحد لكن ما في اي شنو ما في تواصل ما في انتراكشن ولا انتراكتيفيتي بيناتهم النهائي معي بروبلم كبير هاي دي مشكله كبيره دكتور لك التحيه ونحن نتواصل في هذه الحلقه ام عمر او حنان عمر من مدني بتقول هل المشاكل بين الاب والام بتاثر على الطفل في دراسته تكلمنا عن موضوع 13 حلقه نعم تاثير مباشر واوعك يا ام عمر تقولي والله يا اخي الولد ده اصلا من نفسه ما دار يقرا ما في حاجه ما في ولد ما دار يقرا من نفسه نحن بنقول البيئه مهمه جدا جدا واحده من البيئات الاساسيه في مساله المذاكره دي انه يا اخي بتمنع الاولاد حتى التشتت المدمر الثلاثي اللي اتكلمت لك عنه المشاكل سبب الرئيسي علميا سبب الرئيسي هو الخلافات الاسريه الخلافات الاسريه بين الام والاب الخلافات الاسريه بين الاب واخوه الكبير شايفه ده الخلافات الاسريه بين الاخوان الكبار والاخوه والاخت في البيت اي شاوتينج مشعر بعدم امان ايوه اي كوراك اي صوت عالي اي كلام داخل البيت هو او اي خلافات اي توتر اي ستريس بيوصل الاولاد للمرحله بتاعت المدمر الثلاثي تشتت عدم تركيز سرحان قاعد في الحصه لكن ما قاعد قاعد في الكتاب وعامل لكم فيها بيقرا لانه القرايه مدق قدامه وهو لا استوعب ولا قلب صفحه ولا اي حاجه وده مرض طبعا اسم المدمر شنو؟ الثلاثي كده احنا بنقول دائما تزوروا به وشنو؟ الطبيب طيب جميل السلام عليكم عندي ابني عمره او ابني عمره 4 سنة ونص حركته كثيره واحمق شديد وما بسمع الكلام بجلده وبرضه ما عمل حاجه عمل معه شنو؟
تكلمنا عن الضرب ده في حلقات في سلسلة صناعة الأبناء. السبب الرئيسي في الحماقة والعناد والعناد اللي تكلمت عنه. سمع الكلام. والعقوق اللي قدام هيطلع عاق. صاحبة الرسالة دي تنتبه. شايل الصوتة دي. لأنك أنت ضربتيه. لأنه قلنا نحن السبب الرئيسي في أسباب العقوق ثلاثة أشياء. القسوة شنو؟ شديد. الزايد أول سبب بيخلي ولدك ده عنيد. ولدك ده ما بيسمع الكلام. ولدك ده ممكن بعد شيء يكذب عليك. ولدك ده أخلاقه شنو؟ ضيقة. نيرفز. هو القسوة الشديدة. توقف القسوة. تدخل ولدك المنطقة الحميمية. تتعامل معاه تعامل حميمي بدون ما شرح. يرجع العادات دي بالذات لو كان أقل من 9 سنوات. كلها يخليها. كلها يخليها. مدروكة يعني. كلها أيوة. أربع سنوات. أيوة. كويس. دي مسألة مهمة جدا جدا. مسألة مهمة جدا إنك توقفي شنو؟ توقفي هذه القسوة. العنف والكسير والضرب أو استخدام التحول من التعبيرات اللفظية للتعبيرات الفعلية. والعضلية. أوكي. طوالي إذا كان طفل صغير نحن بنقول له المسألة دي عندها علاقة بالغرفة اللي هو ساكن فيها. واحدة من العلاجات إنه قلنا نحن الألوان. أيوة. هخصص لها حلقة إن شاء الله. هخصص لها أنت بدأت تفاجئ الناس. لكن خلينا نديها العلاج. دائما الغرفة البلو أو اللون الأزرق الفاتح بدرجات اللبني. طيب خلينا نتكلم. بدرجاته نحن بننصح الأمهات دي الألوان بتاعت شنو؟ الغرفة بتاعت الأطفال. الأطفال بالذات اللي بيعانوا من شنو؟ من الاضطراب الزايد والحركة. أي غرفة فيها لون أصفر ولا مشتقات اللون الأصفر ولا اللون الرمادي ولا اللون كريمي متقالي. ولا الكلام الحاجات دي كلها تقيف. دي بتساعد الأطفال على إنهم يكونوا نيرفز وعنيفين وحاجات زي دي. جميل. طيب السلام عليكم قناة طيبة. تحية طيبة وأحييكم على هذا البرنامج والموضوع المهم. عندي سؤال. كيف عالج عدم الثقة في حين إنه متفوقة جدا في العمل بشهادة الآخرين؟ طبعا هذه مشكلة. ودي مشكلة يعني سبب الرئيسي للتربية. سبب الرئيسي طريقة تعامل الناس اللي أشرفوا على نقل المهارات أنا أتكلم عن الأم والأب تحديدا. نعم. لكن عدم الثقة بالنفس قاتلة جدا طبعا. ودائما كثير جدا من العباقرة وكثير جدا من الـ من الـ من المتفوقين والناجحين يعني زي لم يتقدموا ولا خطوة لأنه عندهم مشكلة بتاعت سنو ثقة بالنفس. ولكن الثقة بالنفس ذاته خلينا نحن نديها بعض التصنيفات. إذا كان عندها مشكلة بتاعت رهاب اجتماعي عندها حلولها اللي هو تخاف إنه تواجه الناس كدا. في الحصة ما بترفع يدها تجاوب ما بتبادر بتكون عارفة الإجابة الصحيحة لكن ما هنا ممكن تقدم أحسن بريزنتيشن في الجامعة وأحسن سيمينار لكن لما دي كلها عوامل بتاع الثقة عدم الثقة بالنفس السبب الرئيسي المرض الخطير اللي اسمه الرهاب شنو؟ الرهاب الاجتماعي عدم مواجهة الناس كل حاجة في ديل عندها علاج وأنا أتمنى إنها تتصل علينا إن شاء الله عشان نحدد بالتحديد المشكلة شنو ونعالجها وبالمناسبة المسألة دي مقدور عليها جدا سهلة سهلة جدا جدا عندنا هو الثقة بالنفس شنو؟ نعم. ثلاثة حاجات عشان للعلم حركات نحن بنأديها وألفاظ نحن بشنو؟ بنقولها منطق ومعتقدات هذه هي الهم نحن بنعتقدها ثلاثة أشياء دي مكونات بتاعتها يس حركات نحن بنأديها لو بتمشي مجاجر كرعينك يسمع لك صوتا داخل البيت وداخل المكتب وداخل الجامعة أنت ما عندك ثقة بنفس كوشين كوشين ليه لأنه صوت المواخذة الحذاء يعني إنه كتفينك ديل مالون نزلات هادلة. وطالما كتفينك نزلات افتقدت لصفة أساسية من صفة الثقة بالنفس هي حسن القامة نحن بنسميها شنو في علمنا ممارسة حسن شنو حسن القامة عشان كده احنا الناس بندهشوا جدا يقول لك العساكر كلهم واثقين من نفسهم ليه؟ ما لانه 45 يوم يحولوا من الحياة المدنية للعسكرية بيسموها الكونفويمنت ولا تقريبا نعم. الحاجة دي نعم. اللي هي التحول كله ثقة بالنفس لذلك حتى العسكري بعد ما ينزل معاش وانا من هنا بحيي كل الجيش والقوات المسلحة عندنا تحية كبيرة جدا الحامين حمانا نعم. ومعروف انه الجيش السوداني هو الجيش في كل العالم العربي الذي لم يهزم قط الى الان ليه العساكر لا يوسف لانه في ثقة. يدربوا على الثقه بالنفس واهم مظاهر الثقه بالنفس نمره 2 تقريبا استغفر الله نمره 3 في المؤشرات بتاعت الثقه بالنفس ممارسه حسن شنو حسن القامه انك في مشيتك قدام الناس مش تلقى اي حيطه تتكل فيها اي كرسي الوقفتك ذاتها تكون فيها شنو مايله لو مشيت في الواطه دي يسمع شنو المعيار الاساسي شنو لا يسمع صوتك وانت شنو تمشي
صوت صوتك. ولذلك في كثير جدا من الناس يقول بدون ما احنا قاعدين في الاستوديو ده عم صلاح لو جاء ماشي من خطواته كشك كشك ده عم صلاح وكشك كشك ده محمد. نعم. ليه؟ بكثره الممارسه احنا بنقعد مع بعض في الدوام اكثر. لذلك الثقه بالنفس هي حركات مؤديه، طريقه مشيتك يا يوسف. نعم. طريقه وقفتك فاهمني، طريقه اتكائك في هنا، ثم شنو الفاظ ننطقها، تعبيراتنا اللي قاعدين. ايوه اتكلمت عنها في الحلقات كلها، التعبيرات اللفظيه الايجابيه. انا واثق من نفسي، انا بنجح، انا انسان سوي، انا انسان مؤمن، انا انسان استطيع، انا دافع. صح ولا غلط؟ اخي انا فاشل سايخ يا اخي. عليك الله عليك الله عليك الله يا يوسف يا اخي يا اخي عليك الله. البلد دي فيها شغل، عليك الله يا خلي. تعبيرات ديال المرضى الذين موجودون هم في شنو؟ في البطاقه الصفراء اللي احنا بنسميها. يبداوا بكثره شنو؟ كثره شنو يا يوسف؟ كثره الانتقاد. ينتقد الجو والسخانة اللي هي ما عنده. يعني ينتقد في مين؟ لا تسب الظهر. ثم يصل مرحلة ينتقد شنو؟ نفسه. يا أخي أنا من ذاته عشان أتزوج مثلا بنت الحسب والنسب يا أخي، أنا من ذاته عشان أبقى زول بروفيسور يا أخي، أنا زول فاشل سايق. تقول أنا أخش في المنطقة الصفراء ومريض نفسي. شوف الغريبة إنه لو صاحبه قال له العبارات دي بيتشاكل معه. بيضربه عادي. لكن هو يستطيع أن يقول شنو؟ لنفسه. وعقلك استجيب يصبح شنو؟ افكارك تصبح شنو؟ أقوال. عقلك يصبح شنو؟ أقوال. والحاجه اللي بتقولها انا فاشل طوال جسمك شنو؟ عملي. اذا تصبح شنو؟ عمل. تقعد من لستيك لليستيك ومن ضل لضل، والناس مش عاملوا ماجستير ودكتوراه وانت لسه شنو؟ لافي وقاعد. لذلك هي حركه ثم معتقدات. كويس. واول هذه المعتقدات يا يوسف، شكرا جزيلا على الاخت السعاده دي، صحيح خلتنا نقول معلومات كثيره جدا. اول معتقدات شوف. نعم. العوامل اللي ربطناها نحن، اول معتقدات في ثقه بالنفس ان تثق في الله سبحانه وتعالى. يا سلام. لابد ان تعتقد في هذا الامر، مش كلام لفظ، كل الحكايه دي باذن الله سبحانه وتعالى. تثق في الله سبحانه وتعالى، تثق في كل حركه. يعني شنو الكلام ده؟ نحن ما ائمه مساجد، دي صح؟ قناعات مفترضه كل الناس هذه يعني. اثبتت. نعم. بالدراسات. نعم. بعلم النفس. عندما تثق في الله سبحانه وتعالى، عندما تدعو يا يوسف تكون واثق من دعائك شنو؟ حيستجاب. مستجاب. لما تقول ايوه الاجابه كما أيوة قال بالسلام. ايوه ايوه يبقى الثقه بالنفس حركات بنأديها، وشنو؟ اقوال، الفاظ بننطقها. نعم. ومعتقدات نحن شنو؟ بنعتقدها. ثلاثة كده نحن بنقول والله واحده بنعالج الاولاد والبنات والرجال الكبار زيكم يا يوسف والناس بالثقه بالنفس، بنقول لهم يا اخي في حاجه اسمها اتكلم مع نفسك. يقول لك كيف اتكلم مع نفسي؟ انت مجنون يعني؟ لا ايوه. يقول لك يا اخي انا مجنون. نقول له بس شفت المرايه دي؟ نعم. عاين في نفسك. ودائما انا بقول للطالب الطلبه والطالبات بقول لهم اقفلوا الباب عشان الناس ما يضحكوا، عشان امك ما تفتكر انك انت زول مجنون، وتحدث معها. نعم. انا استطيع انه اجي الاول، استطيع انه الماده دي اقفلها، استطيع انه انا اصبح مثل المرحوم الراحل المقيم بروفيسور عبد الله الطيب. استطيع، هؤلاء بشر مثلا، استطيع ان اتفوق على الائمه الاربعه فقها وعلما. شنو الصعب يعني؟ ليش؟ ان تتحدث مع المراه اللي هو انت تواجه فيها شنو يا اخوان؟ نفسك. تواجه فيها نفسك وتقيف به. لكن طبعا احنا الشرط الاساسي ان تمارس فيها حسن شنو؟ الاستقامه والوقفه. مش تقيف للمرايه كده تقول لها يا اخي انا حانجح، لا. تكون واقف وقفه واثق من نفسك. واثق من نفسك. وهذه التدريبات كان كثير جدا من يحتاج لها الناس. اي نعم. طيب دكتور، نواصل في هذه الحلقه مع المشاهدين والمستمعين الكرام من اشروا عليه. حلقه 13 اليوم بنتحدث عن بعض المؤثرات التي تؤثر على المراهق. نحن في نصائح وعدنا بها الجمهور الكريم دكتورنا، نريد ان نودي بها ان شاء الله في هذه الحلقه، وما تبقى لنا كثير، يصير كذا اشارات فيها. طيب نحن ما تحدثنا عن مؤثر واحد اللي هو البنيه الاسريه، نتحدث في باقي المصادر حد سريع جدا. حنكرهن كده لكن اي حنكرهم. البيئه خارج العائله، في بيئه مؤثره جدا خارج العائله، الجيران، الرفاق، المدرسه، الرفاق ده يعني الاصحاب، والمجتمع، والنظام الصحي. اوكي. ثم مصادر شنو؟ يعني ما ناكل خضره ولا شيء. مصادر حديثه، الاعلام تكلمت عنها انت يوسف في بدايه الحلقه. نعم. وصناعه الترويج. هذه بقت الصناعه يا يوسف. صناعه الترويج. صناعه الترويج. ماذا؟ وتبدا بالافلام الاباحيه والموجهه. بعنايه وشغل. يعني ما مش الافلام الاباحيه فقط، في افلام موجهه تؤثر على يعني كل القنوات الفضائيه دي فيها افلام عاملاها مؤسسات قاصده توجه رسائل محدده لهؤلاء المراهقين، ونحن ما قاعدين ننتبه. افلام عاديه ما اباحيه، افلام عاديه
افلام عندها قصص استخباراتيه، عندها قصص سلوكيه، عندها قصص عاطفيه. في دول عندها ميزانيات يا دكتور. ايوه، وهذا برنامج دول، برنامج انظمه، نعم، برنامج اجهزه مخابراتيه. اوكي، هذه من المصادر المؤثره جدا على حياه شنو؟ حياه المراهق. المراهق كثير جدا من المراهقين اللي انا بقابلهم في الاستشارات وبتعامل معاهم حياه تتاثر وينمزج هذه النماذج الشخصيه. ايوه بالكامل، وبتبدا معاهم من مظهر لبسه حتى يسموه وطريقة كلامه، طريقة مشيه، ونسأل تأثيراته في الرياضة موجودة وهكذا. ثم آخر حاجة المؤثرات الداخلية هو التطور النفسي والاجتماعي. يعني الأب والأم لابد أنه يضعوا برنامج وخطة واضحة جدا لتطور بنتهن المراهقة دي الاجتماعية. وأنا قلت في واحدة من الحلقات ما تمنعوهن، ما تقفلون في البيوت. خلاص عرف البيت ظهرت لها مثلا ملامح أنثوية، ثاني العرس ما ماشى ليه، غطي ما عارف شنو، انت كده ليه عرس منه، اقعد هنا في البيت؟ لا بالعكس، بالعكس لابد ان نضبط المساله بضوابط وحاجات. البنات اكثر حوجه للاختلاط الاجتماعي والمعرفه واكتساب الخبرات، هذا تقنينه في هذه المرحله. نعم، سوقيها معاك العرس انت وخلاها تلبس زيك زي ما انت محتشمه. اصلا اذا انت ما محتشمه بنتك حتكون شنو؟ ما محتشمه. خليها تلبس زي وتمشي تخالط الناس وتخالط زميلاتها في العرس وتديها الثقه في نفسها. صح ولا ما صح؟ وتمشي لصحباتها برغابه وتمشي والولد بنفس الحكايه، وان كان الاولاد قاعدين يتمردوا براهم شنو؟ بيمشوا براهم، لانه حمضي. لكن في كثير جدا من المراهقين الابناء اللي بيدرسوا في الجامعه اللي حد اسي يمارس عليهم شنو؟ الكبت الاسري. نعم، ماشي وين؟ ده شنو ده؟ يا اخي فاهمني؟ يبقى دي مساله مهمه جدا جدا. الحلقه الجايه قبل الحلقه الجايه عندنا نصائح لازم نقولها. أيوة، في بعض النصائح للاباء. نعم، طيب نحن قلنا في ظل المشاكل والتاثيرات اللي تكلمنا عنها كلها يوسف في 13 حلقه، لابد للوالدين ادراك واحد انه المراهقه فتره انتقال، مرحله يعني حيعديها انتقال. عارف يعني شو انتقال؟ يعني انت لو ما تعاملت معاه تعامل صح بتشيلها معاك كلها. فترة الانتقال فترة يعني شنو؟ زي ما تقول السمكرة. ولازم تتقدم بيا تسمكرة بجاي، تتفق بيا تسمكرة بجاي. يعني مرحلة بتاعت كبد وجهد وعناء لابد ان يتحمل منه الوالدين. اوكي؟ جميل. بشكل كبير جدا، بدون التفكير السلبي. ولدي بيشرب سجاير، ولدي قبطه. يا اخي دي فترة المراهقة. اوكي؟ دي فترة مرحلة انتقالية، انا بقول لهم الكلام. ممكن تتعالج فيها هذه الاشياء. لابد ان تتعالج في هذه الفترة. لانه لو ما تعالجت في الفتره دي هتمشي زي ما انت تفضلت تنتقل. اذا لما نقول فتره انتقال واضحه، صح ولا ما صح؟ هي فتره انتقال، وبالتالي فتره يمكن اصلاح كل ما يمكن لا اصلاحه بعدين ما بقدر في الفتره. طيب انتقال من شنو؟ من الطفوله الى النضج، للناس اللي بيفهموا كويس كلامي ده. كويس، الاعتماد على العائله لشنو؟ اعتماد على النفس. على النفس، نعم. كويس، ثم يتحول لحاجه كبيره جدا اسمها شنو؟ المسؤوليه الاجتماعية. والاعتماد شنو؟ على وتحمل هذه المسؤولية شنو؟ الاجتماعية عموما. لا. جدا. طيب المطلوب شنو في مرحلة الانتقال دي؟ التقليل من المشاكل اللي بتواجه المراهق، لكن قبلها العلماء قالوا شنو؟ تقليل من المشاكل التي تواجه الأسرة نفسها. مثلا المصادر اللي تكلمنا عنها دي، مسألة التعليم، مسألة الوعي، مسألة الدخل الاقتصادي، تنويع مصادر الدخل، الخلافات، الخلافات الأسرية كلها. يعني أنا بقول للأم والأب اللي بيسمعوا حلقاتنا دي يا يوسف عايزين يستفيدوا، وأنا في ناس كثيرين جدا خشوا علي في الواتساب قال لي إحنا قاعدين نسجل بالكتابة. غير محظوظين صراحة، محظوظين. الآن بقول لهم تقدموا الإصلاحات بتاعت الأسرة على إصلاح المراهق نفسه، لانه هي الاساس، هي الاساس. زي الشافتر العربي، اول شيء صلح نفسك انت، تجي عشان ما تجي تشتكي لي تقول لي ولدي انا ما اول شيء صلح الموضوع ده. واحده من الاخوات بشكل واضح جدا، وحتى طلبت مني اذكر الكلام ده في التلفزيون، طبعا حاذكره بشكل عام، انه السبب الرئيسي في تعاطي ابنها بعض الاشياء اتضح من منه؟ من الاسره الممتده اللي عايش فيها. هو خال وعمه. يس. اوكي، ولما هي نصحتها نصيحه وكان نصيحة قاسية جدا عليها، لكن ضربت لي بعد 3 أشهر. قالت لي أنا قطعت من جلدي وبعت ذهبي ورحلت من البيت الكبير وكونت أسرتها الخاصة بها، وأنا كنت حريص جدا على المسألة دي. هل تدري يا يوسف إنه تحول سلوك ابنها بالكامل 180 درجة؟ أصبح حمامة مسجد. يا سلام، أصبح حمامة مسجد. لأن وده محظوظ لأنه جرب هو أصلا. جرب شنو؟ السلبيات. نعم، ولما نجي راجع وينقطع، احنا دائما في المساله نقول لك المؤثرات، صح ولا ما صح؟ والمؤثر وزوال المؤثر، صح؟ والمثيرات، ده علم النفس يعني. نعم، وهكذا. لذلك مجرد ما انقطع، كويس، المراهق كالطفل، كالطفل زي بيتربي
زي اللي انت يا دوب فاهمني انقطع طوالي رجع لحياته الطبيعيه. وحتى انا نصحتها بالتفصيل قلت لها تفتشي لك بيت حتى لو بالايجار يكون قريب من شنو؟ من المسجد لانه هي البيئه اللي وبنيتها اللي قلت لها بيت فاتح في المسجد. يا سلام شفت بس صوت الاذان ده غير حياه الولد ده بالكامل بس فقط يا صوته بس. قلت لي اذان الصبح ده لما يقول الله اكبر مش جوا الغرفه جوا فاهمني. لذلك يا يوسف في كثير جدا من الـ من الـ من الـ من الـ من الله بالحياه يا دكتور الاخت ايوه تحيه كبيره. قلت لي عليك الله اذكر الكلام ده عشان الناس تستفيدوا منه. الحمد لله مبروك. لذلك نحن بنقول كل الاسر التي تسكن جوار مسجد تاثير على الاولاد المراهقين تحديدا ودي البيئة. تاثير مباشر. نعم ودي البيئه دي المساله. نصيحه ثانيه نصيحة طيب نقول للآباء المراهقة بتختلف من فرد لفرد ما تقارن. كل شخص عنده يس. في ناس هادين وبتمر أيوة. بسلام أيوة. والمسألة عندها علاقة بطبعك أنت ذاتك كأبو المتوارث وإنه والله في أسر طبعا كثيرة جدا بتنفعل وكده. يعني مجرد ما الآباء يقعد يخططوا لمسألة المراهقة لابد أن يدركوا هذه النصيحة إنه المراهقة بتختلف من فرد لفرد وبتختلف من بيت لبيت ومن ولد لولد ومن ولد لبيت كان هذا جدا أيوة أيوة. من بيئه جغرافيه لبيئه جغرافيه. يعني المراهقين في الاغاليم في الريف ما زي في الريف ما زي البدا. وبالتالي انت لابد انك شنو يعني بتختلف الانماط الحضاريه لابد انك انت شنو توعى تماما لمساله البيئه اللي انت عايش فيها. هل الظواهر الظاهره على ولدي المراهق ده هي من تاثير ال البيئة الحضرية اللي احنا عايشين فيها والتابس والجيمز والحاجات اللي انت اتكلمت عنها صح ولا ما صح؟ اذا دي مسألة مهمة جدا جدا احنا لازم ندركها انه ما 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 تقارن المراهق اللي عندك في البيت بشنو؟ حتى بولدك الثاني بمراهقنا. في مشاكل مختلفة في المراهقة دي. في مراهقة سوية وفي مراهقة انسحابية وفي مراهقة عدوانية زي اللي اشتكت منه قبل كده. المراهقة السوية خالية من المشاكل والصعوبات بتمر بسلام مع بعض التوعية اللي تكلمنا عنها في البداية. النظافة بالنسبة للدورة الشهرية للبيت، النظافة بالنسبة للولد، التغييرات الهرمونية اللي بتحصل للولد، دائما يكون يشوف العرق اللي بيطلع منه خلاص. كل شكل من الأشكال نكون حاضرين كأبو أم. أيوة دي حتى في المراهقة السوية السوية خالية من المشاكل. المراهقة الانسحابية دي دائما بينتجوا لنا شنو؟ بتنتج لنا منها شنو؟ بنات واولاد منعزلين انطوائيين. ايوه انطوائيين جدا. ومجتمع ما يقبل الصداقات او مجتمع قافل نفسه في صداقه محدده او في بيئه محدده. بس فلان بس فلان او فلانه وشله محدده. وتظهر لنا في الجامعات كثيره جدا جدا اللي هي مساله الجروبات الكثيره جدا. والجروبات هنا ما عندها علاقه بجروبات مخططه. لان انا ما بتكلم بتجي هكذا بتجي هكذا. لذلك ابنائنا في في المراهقه الانسحابيه عرضه شديده جدا جدا ليوسف للالتقاط من قبل شنو؟ في المرحله لانه مرحله التشكل بتاعت افكار. يس انا قلت تكلمنا عن التغيرات الانفعاليه صح ولا صح؟ التغيرات الذهنيه صح ولا صح؟ صحيح. دي شفت دي هذه المراهقه الخطيره جدا جدا. تلقاه قاعد بعد شويه قلب ليك انصار سنه قصر شنو؟ قلبته وانفعل بعد شهرين خلي الحكايه خلي الحكايه كويس؟ وليه؟ لانه قفل نفسه في مجتمع دي اسمها الانسحابيه فقط هذا المجتمع وراى بعيونه ثم بعد شويه يقول لك ما عارف شنو يمشي داعش ثم بعد شويه يقول لك شنو يا مشى زول بهناك طوالي الماني ايوه ايوه. لذلك عشان انا ما اخلي ابنائي عرضه لهذه في مرحله المراهقه الانسحاب اللي هو بيعزل نفسه مع مجموعه محدده او يعزل نفسه مع نفسه حتى اوكي ويصبح انطوائي ويصاب بالامراض الكثيره جدا اللي هي الاكتئاب والكآبة اللي تكلمنا عنها المساله دي. في مراهقه عدوانيه ودي طبعا بتخرج لنا ابناء حوادث نعم وعندهم مشاكل في الشرطه نعم وعندهم مشاكل. لذلك بتلقى الاحداث في كثير من الاحيان يسرقوا ويضربوا عشان يسرقوا. طبعا دي ظواهر شنو بسيطه جدا جدا ودائما بتظهر لنا من الناس فاقدي السند. يعني الناس اللي ما عندهم شنو؟ ابوين ابوين اول ابوين وما حاضرين تلقى ابوه غايب غايب او ما او قاعد كانه ما شنو؟ ما موجود ما موجود. هذه المراهقه العدوانيه طبعا عندها خطوره كبيره جدا حتى على الوالدين في نفسه ايوه عندها خطوره كبيره جدا. اذا بدت في فتره الانتقال اصلا ما تنزعج ايها الاب. ولدك كان سرق ولدك كان شاكل ولدك كان خش السجن في فتره يمكن ان يرجع ما في حاجه فاتت. يعني ما تقول لها ثانيه اشوف لك قبله اطلع زي اللي ضرب لنا تليفون قال طردوه من البيت ده. هذه أسوأ انواع العلاج ده يبقى مجرم من امراض. احنا قبل قلنا هي فتره شنو؟ انتقال. طالما هي فتره انتقال يمكن ان شنو؟ انه تتعالج انها تتعالج. في امهات بيشتكوا اباء بيقول لك يا اخي الولد بصل يضربني يضرب امه وابوه حسبي الله ونعم الوكيل.
حسبي الله في هذه الفتره. نحن نقول لهم برضه يا دكتور ما يخاف. ايوه ديل ديل عايشين في المربع بتاع المراهقه العدوانيه، لكن طبعا ديل محتاجين انه يقابلون اطباء نفسيين، ودي مساله خطيره جدا تجاوزت الحد. لكن نحن نقول في علاج يا دكتور. طيب اهم شيء برضه الحياة اللي بيعانوا منها الآباء في المرحلة دي بالذات في أنواع المراهقة الثلاثة دي، الخوف الزائد على الأبناء من أصدقاء السوء. ممكن أدي نتاج عكسي. يس. أنا دي الإشارات اللي دار أقول فيها. يعني أنا بقول دائما إحنا تحدثنا في هذه الحلقات يا يوسف دائما وأبدا تحدثنا عن الوسطية. وقلنا ما في أحسن من الوسطية. من رجح الكفة بجاي ولا بجاي؟ يا أخي أنا والله بعاني معاناة في الاستشارات. آباء متعلمين وآباء واعين وعندهم حرص ورغبة في إنه أولادهم يبقوا أحسن شنو؟ نعم. أولاد، لكن الأسلوب غلط. نعم. خوف زايد على الأبناء بالذات، يقول لك الود ده أنا من شعره ما عجبني صاحبه ده، فاهمني؟ الخوف الزايد شديد يؤدي لنتائج يؤدي لنتائج عكسية. جميل. كويس؟ وعدم مغدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، الأم والأبو ذاته. عشان كده قبيل قلت لك التعليم له أثر. له أثر. لكن مع هذا كله في امهات والله يا دكتور رغم نعم. انه ما بيعرفوا لا بيقروا ولا يكتبوا لكن طلعوا ناس كيف؟ ما شاء الله كيف؟ تحية لكل الامهات. شكرا دكتور امير مرغلي استشاري علم النفس الاجتماعي. نعم. كتر خيرك وبارك الله فيك. نواصل ان شاء الله كرم مدة بالايام ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، وانتم موعودون بحلقات ان شاء الله نتخطى هذه المرحله بسلام باذن الله سبحانه وتعالى بعد ان نكمل هذه الاربعه مؤثرات على المراهقين. حنجي للطلاق العاطفي، خليكم معنا في الحلقات المقبلة. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني.